بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد طايل، وهشرح النهاردة موضوع عن ان هو ازاي تعمل لوك على الاوبجكت في النوت ثريدنج او بيسموها داتا شيرنج. هشرح اول حاجة، هتكلم عن الباد لوك اللي احنا كنا على طول بنستخدمه، ان احنا بنعمل اوبجكت ونعمل حسابات لوك ونيو اوبجكت وبنعمل لوك على الاوبجكت بتاعنا. طيب تعال نروح كده على، هنعمل هنا مثال بسيط جدا. عندي كلاس اسمه بنك اكاونت، بمنتهى البساطة هقول والله انا عندي ميثود اسمها ديبوزيت وميثود اسمها ويزدرو. جميل. طيب وانا عندي هنا حاجة اسمها الباد لوك، قلت له والله انا هعمل هنا لوك على الديبوزيت بحيث ما يحصل ديبوزيت مفيش ميثود تانية، مفيش ثريد تانية تاكسسها، ولما هعمل ويزدرو نفس الحكاية برضو، ايه مفيش ثريد تانية تاكسسها. وجيت هنا على المين، رحت عملت شوية حاجة اسمها list of tasks وعملت من هنا من 1 لـ10 ايه انه زي كاريت ايه تاسكات. جميل جدا. يعني تقريبا هنا بكاريت 10 في 2000، تقريبا بعمل 10,000 تاسك بعملها. وعملت هنا تاسك دوت اد تاسك فاكتوري دوت ستارت نيو، وقلت له والله هتعمل التاسك دهيت هتعمل لوب فيها وهتعمل ديبوزيت 100، وفي نفس الوقت عملت على نفس العدد وعملت هنا ديبوزيت، عملت ويزدرو ل100. وقلت له في الاخر task dot wait all tasks dot to array، وقلت له هنا عايز اشوف الكلام ده ايه هيبقى ماشي مظبوط ولا لا. المفروض ان انا عملت له بألف مرة في 10 ان انا بحط 100، وفي نفس الوقت عملت نفس اللوب عشان اسحب 100. المفروض ان متوقع النتيجة هتكون 0. طيب لو جيت رنتها تاني المفروض كده ان هي 0. ده المثال البسيطة، مش هشرح مثال، كل معظمنا بيستخدم نفس الحكاية دي وعارف الموضوع ده هو بسهولة. طيب النهاردة أنا هشرح حاجة جديدة جدا، حاجة اسمها interlocked. interlocked ده نوع من أنواع برضو اللوك. بعمل هنا automatic operation variables shared by multiple threads، بعمل عليها lock. وهستخدم النهاردة أتكلم عن two methods. method اسمها add، ودي بتشتغلش غير مع primitive types زي long والend، وبتشتغلش غير وعلى حاجة اسمها memory barrier. طيب تعال نعمل أول حاجة، هنعمل حاجة اسمها هنا interlocked. والله هنا عايز أعمل حاجة اسمها interlocked، أقوله هنا interlocked، وأنه هنا استخدم system.threading، وقوله هنا dot add. قال لي والله هنا هاخد الريفرنس وهاخد الانتجر فاليبل اللي انت ايه هتزوده عليه. طيب اشيل بس الحته ديت، جميل، وخليني احط الكومنت ده هنا عندي. جميل جدا. وقوله والله انت هتستخدم ايه في الانترلوك دوت اد، وقوله والله هاخد ريف على البالانس، البالانس اللي عندي، وروح زود عليه الاماونت. الراجل هنا اعترض، قال لي انا مش هقدر اشتغل عليه ان ده بروبرتي او اندكسر، ده مش هقدر باست از اوت اور ريف بارامتر. طب ايه المطلوب؟ انا كان عايز اشتغل على الايه، على الفاريبل. فانا هنا وهنا ايه كونفرت تو فولي بروبرتي، واقدر اشتغل على ايه، على البالانس نفسه. جميل جدا. طبعا نلغي بقى الحته دي كده، انا هنا مش محتاجها. تعالى نلغي الكلام ده واعمل نفس الحكايه برضو فوق. طيب انا عندي هنا المفروض ان انا اتوقع ان في اذا عملت في اد في سبستراكت، انا نشوف في سبستراكت مفيش. طيب ده في انكريمنت، دي بيتزود بواحد، او في انك زي ما في انكريمنت في ديسك ديكريمنت. طيب انا عايزها برضو، لا انا عايزها اد، فهعمل هنا ايه، هعمل هنا حاجه بسيطه جدا، هون والله ref underscore balance وهديله هنا minus الاماونت. تمام. وهنجرب نفس الكود اللي احنا جربناه قبل كده، هو مش هغيره، هعمل withdraw والديبوزيت. ومفروض ان انا هعمل نفس الحكاية، هعمل withdraw وهعمل ديبوزيت بنفس الكلام، واشوف والله هل الفاينل بالانس هيطلع لي زيرو ولا لا. Control F5،
زيرو كنترول اف 5 تاني، زيرو كنترول اف 5 تالت، زيرو. المفروض ان هو كده رن بايه بشكل مظبوط. يبقى الانترلوكت هو بيشتغل مع البريميتيف تايبس تمام، وبياخد هنا اهوت انت او لونج. جميل، تقدر ترجعه لل MSDN في حاجه زي كده وقدرنا نعمله. طب ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه؟ كنا بنتكلم على حاجه اسمها ميموري بارير. ميموري بارير دي بتعمل حاجه اسمها سينكرونايز ميموري اكسس. بمعنى ايه؟ بمعنى لو عندي هنا بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 3، انا يهمني ان بروسيس 1 وبروسيس 2 يتنفذوا قبل بروسيس 3 باي تمن. هما بقى الاول يتنفذوا وهم ما يتنفذوش، فبعمل حاجه اسمها ايه، بعمل حاجه اسمها انترلوكت دوت ميموري بارير. دوت ميموري بارير بس ده كل الموضوع، وهو هنا هينفذ الكلام ده.